كنت في تربية وتعليم مدرس، ووصلت لدرجة مدير عام، بس كنت مدرس في التخصص بتاع اللي هو التربية الفنية. كنت هاوي يعني من صغري الرسم، فالتحقت بالصنايع لأن فيها قسم الزخرفة وإعلان وبتاع، كنت بدور على الحاجات دي ومارست فيها الرسم من صغري يعني من 14 سنة. عملت فيها لوحات كتير يعني، وكنت غاوي أزور معارض، أتعرف على ناس، أتعرف على فنانين، أشوفهم بالشغل إزاي، بيجيبوا أدوات إزاي، ألوان إزاي، وحاجات كده يعني، كنت باحث. وقررت إن أنا يبقى لي معرض خاص. طلعت عارة عمان، العمل ده كان بالنسبة لي شهرة وعمل وإنتاج وبيع. دي نقطة الخلاف، إيه هو؟ إن هو في ناس كتيرة ما تقدرش العمل الفني، فالواحد صابر، بس هنعمل ايه؟ بقعد وحدي في بعض الحالات، اقول انا انتجت الحاجات ازاي، وانتجت الاعمال دي كلها ديت، بعت منها كتير برضو يعني، مش هو ده الباقي، وعندي برضو اكتر من 70 لوحة في حتة تاني وهكذا. وسبت اعمال كتيرة جدا في عمان من البيئة بتاعتهم، عملت معارض يعني في عمان، كانوا بيسيبوا الاعمال ويتفرج عليا، كان باهرهم ازاي انا بقارن الشيء واخرجه يعني بطريقه يعني بسيطه. كانوا الاول بيجيبوا الوان الماني كانت رخيصه الثمن يعني، كانت مدعومه، كانت المجموعه مثلا ب70 جنيه، وبدانا نستخدم الوان اكليرك والوان زيت اللي من غير دعم كانت بتوصل للعلبة ثمنها 1200 او 1300، واللي زاد الفرش نفسها كانت غالية جدا يعني. انا ما برسمش لواحد قال لي ارسم الحتة دي، لا، انا برسم حاجة اعتقد يمكن عشان احتفظ بيها يعني، هي الوجه الجميل يعني. في بعض الاعمال هنا تلاقيها وجوه عربية يعني، تونسية، المصرية، الاسكندرانية. اولا انا برسم على توال، بعد ما التوال غلي بدأت استخدم الدمور، زائد انا ما بستخدمش القلم الرصاص، بحط يعني مجرد بقع الوان اهزمها شوية بشوية بتطلع النتيجة. انا اي عمل بعمله بتحدى نفسي، هل هنقدر اعملها؟